أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وإليكم أهم وأبرز ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم وما تناقلته المواقع الأخبارية المحلية من أحداث وقضايا. ونبدأ من واحدة من صور المعاناة التي ترافق الحرب في البلاد، حيث وصلت الأزمة إلى مستشفيات الصحة النفسية، وبدأ أقارب المرضى إخراج ذويهم من المشافي كما قال موقع يمن مونيتور في أحد عناوينه. انقطاع الرواتب وارتفاع التكاليف يجبر اليمنيين على إخراج ذويهم من مستشفيات عقلية. وقال الموقع الأخباري: اضطر أهالي وذوو العشرات من المصابين بالأمراض النفسية إلى مغادرة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في صنعاء، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في علاج المرضى النفسيين في العاصمة. وفي تصريح اليمن مونيتور قال طبيب يعمل في المستشفى: فضل عدم الكشف عن هويته، نحن مضطرون لإخراج كثير من الحالات بسبب عدم تسديد الرسوم التي عليها من قبل الضمين المسؤول عن إدخال الحالة المرضية. ويقول الموقع مستندا إلى شهادة الطبيب أن المستشفى وضع بندا يتم التوقيع عليه من قبل ولي الأمر أنه في حال عدم الالتزام بدفع التكاليف فيحق للمشفى إخراج المريض دون تحمل أي مسؤولية قانونية تنتج عن ذلك. ويتابع يمن مونيتور ويتردد بشكل يومي من 80 إلى 100 مريض نفسي للمستشفى أملا في الحصول على الشفاء، حيث تصل الفترة العلاجية إلى مراحل طويلة لكي يجد فيها المريض تحسنا. برنامج الغذاء العالمي يقول في أحد تحذيراته الواردة في الموقع بوست أن الطبقة المتوسطة في اليمن أصبحت غير قادرة على وضع الأكل على موائد أطفالها. وقال المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي مهند هادي إن الطبقة المتوسطة في اليمن أصبحت في عدد أولئك الأشخاص غير القادرين على وضع الأكل على موائد أطفالهم. وأشار هادي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إلى أن بعض الأشخاص باتوا غير قادرين على شراء الطعام لأطفالهم لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم، مشيرا إلى أن الجوع في اليمن تحول إلى وباء. وأضاف المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي قائلا: هذا يؤلمني كثيرا، لست هنا لأناقش القضية السياسية ولكن فقط لأصف الوضع هناك. ودعا المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي إلى توفير المساعدات اللازمة، حيث قال إن البرنامج يحتاج إلى 60 مليون دولار، مضيفا: علينا أن نركز على مساعدة اليمنيين وأن نتأكد من أن لدينا الإمكانيات اللازمة، نحتاج إلى الموارد والدعم السياسي من المجتمع الدولي. قبل فوات الأوان، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: لم يفت الأوان بعد، لا ترتبكوا إزاء خطتي ولد الشيخ الأخيرة، سيعود ولد الشيخ إلى المنطقة، الأمم المتحدة ستنشغل بتنصيب أمين عام جديد، وواشنطن منشغلة بتأسيس البيت الأبيض خلال الشهرين القادمين، وموسكو تغرق في الرمال السورية، عليكم العمل على إقناع أنفسكم أولا بأنكم تستطيعون، وعندها سيقتنع العالم بكم. لا أعتقد أن هناك خطا أحمر حقيقيا يحول دون استعادة عاصمة الدولة صنعاء. لم يفت الأوان بعد، بإمكان الحكومة أن تبلغ ولد الشيخ استعدادها لمناقشة خطته دون أن يعني ذلك القبول بها. وعلى المستوى الميداني، على الرئاسة أن تكف عن الاستماع للمثبطين الذين يعملون مستشارين لدى الرئيس هادي، فيما أقاربهم مستشارون لدى الرئيس السابق أو يحشدون القبائل وراء ميليشيات الحوثي. نحن بحاجة إلى حكومة مقاومة يكون وزراؤها من نسيج المقاومة الاجتماعي والقيمي، من أجل العمل على تفعيل المقاومة السياسية جنبا إلى جنب مع فعل المقاومة العسكرية. حكومة المقاومة هي المخرج، حكومة مصغرة فيها وزراء دفاع وداخلية ومالية وخارجية وغيرها من الوزارات السيادية القليلة التي يمكن أن تعمل. الوزارات الأخرى يجب أن تكون في الوقت الحالي مجرد دوائر تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. تذكروا أن الحكومة التي لم تستطع تقديم شيء للحديدة المنكوبة لن تحرر صنعاء.
موقع عدن الغد أورد في صفحته الرئيسية عددا من العناوين أبرزها: بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم الاقتراب من الحدود السعودية اليمنية، ونصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى الحدود السعودية اليمنية باعتبارها مناطق خطرة، وطالب مكتب وزارة الخارجية البريطانية في بيان صادر عنه المواطنين البريطانيين بالابتعاد عن الحدود السعودية اليمنية على مدى لا يقل عن 80 كيلومتر. وقال بيان الخارجية البريطانية أنه في 27 من أكتوبر أطلق صاروخ سكود من الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية، وتم اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي السعودي. وأضاف البيان أن السلطات السعودية أعلنت 20 كيلو مترا من الحدود الشمالية بأكملها من البلاد، ومن الحدود في مناطق خفر الباطن والخفجي في المنطقة الشرقية بأنها منطقة خطيرة. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين، بينها: محافظ الحديدة يعلن المحافظة منطقة منكوبة لانتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وعنوان من المدينة المحاصرة أيضا تعز: الجيش الوطني يستكمل تحرير الشقب شرق صبر وتزايد المعارك في الصلو. وسياسيا، ولد الشيخ يقول إن خارطة الحل في اليمن تتماشى مع قرار مجلس الأمن والسياسيون العاجزون عن تجاوز خلافاتهم. ومن الضالع مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 بانفجار لغم أرضي في مديرية مريس شمال المحافظة. خارطة ولد الشيخ معقولة جدا لولا أنها عكست الأدوار والمراكز، فصيرت الانقلاب شرعية والشرعية انقلاب. هكذا بدأ هائل سلام مقاله المنشور في المصدر أونلاين. وقال الكاتب: هذا الانقلاب في الموقف الدولي في الشكل وليس في المضمون يستلزم بالضرورة انقلابا في أداء شرعية. إذا الرفض وحده لا يكفي، وإلا فالعرب كمثال منذ عام 1948 وهم يرفضون. ولو أن خارطة ولد الشيخ قد اقترحت خروج قادة الانقلاب والشرعية معا من المشهد، فلربما نالت بعض التأييد الشعبي قولا بخروج الجميع بالحق أو بالتضحية من أجل البلاد والعباد. أما وقد اقتصرت على اشتراط استقالة نائب الرئيس وتنازل الأخير عن سلطاته لنائب آخر يتم التوافق عليه مع قادة الانقلاب وبقاء موقعه كمركز شكلي منزوع الصلاحيات، فيما سكتت عن قادة الانقلاب المدرجين أصلا كمعرقلين في لائحة العقوبات الدولية فقد جاءت كقسمة ضيزة يأباها العدل والإنصاف، يعافها العقل والمنطق وترفضها النفس السوية. على أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص فحسب، ذلك أن خروج هادي أو إزاحته بشكل أو بآخر معناه دفن مشروعه الأقلم من 6 أقاليم وتكريس مشروع التقسيم إلى إقليمين مع وضع خاص لولايات النفط والغاز طبقا لوثيقة بن عمر، وهو المشروع الجاري تنفيذه في الواقع حتى الآن، والذي يعني عمليا عزل مناطق الثروة الطبيعية عن مناطق الكثافة السكانية في الشمال والجنوب على السواء، مع ما في ذلك من محاذير ومخاطر تنذر باستمرار الحروب لأسباب يطول شرحها هنا. وما بعث ولد الشيخ إلا ليتمم مكارها بن عمر. موقع المشاهد أورد عددا من العناوين أبرزها: سرقات لمركز المكفوفين واتهام لجامعة صنعاء بالتساهل. وقال الموقع إن المركز الثقافي للمكفوفين بجامعة صنعاء يتعرض للسرقة للمرة الثالثة على التوالي، وقبض على المشتبه به في المرة الأخيرة وأفرجت إدارة الأمن عنه وقامت بتمييع القضية فضلا عن تساهلهم اتجاه البلاغات السابقة. وقالت القائمة بأعمال مديرة المركز الثقافي دنيا مصطفى للمشاهد أن إجراءات التحقيق تبدو شبه منعدمة ولم تحظى باهتمام من قبل الجهات المعنية. وأضافت دنيا مصطفى أن الأجهزة والمعدات المسروقة من المركز تصل قيمتها إلى 1,800,000 ريال يمني. وقالت دنيا: فوجئنا في بداية الدوام الجامعي أن المركز تعرض للنهب إذ وجدنا أثاث المركز متناثرة وفقدنا الكثير من الأجهزة الثمينة.
وتساءلت مديرة المركز لماذا تمت عملية السرقة للمركز الثقافي داخل جامعة صنعاء بالذات ولأكثر من مرة مع أن الكليات ومعاملها في مأمن. وحسب الموقع أن أكثر ما لفت انتباه دنيا مصطفى هو أن سارق أجهزة المركز كان يقضي وقتا طويلا داخل المركز ويتناول القات والسجائر كما لو كان في منزله، وتم العثور على بقايا هذه الأشياء. البحرية اليمنية تحتجز سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرة، هذا ما عنون به موقع الوحدوي نت، والذي وضح في التفاصيل أن البحرية اليمنية احتجزت سفينة إيرانية متسللة كانت تمارس الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد النقطة البحرية في محافظة أرخبيل سقطرة العقيد علي سالمين قوله إن كتيبة عسكرية تمكنت من ضبط السفينة الإيرانية وهي تمارس الصيد بطريقة غير قانونية قرب جزيرة عبد الكوري وسمحة، وتم احتجاز السفينة وتحويلها إلى جزيرة سقطرة، حيث تم تسليمها لقيادة اللواء أول مشاة بحري في المحافظة تمهيدا للتحقيق عن أسباب دخولها للمياه الإقليمية وممارستها الصيد غير القانوني. يشكو لاعبو نادي التلال الرياضي بعدن من منعهم لممارسة التمارين على أرضية ملعب النادي المتواجد في منطقة حقات التي تحولت إلى منطقة عسكرية، ما أدى إلى منعهم كليا للدخول إلى أرضية الملعب دون تدخل أو جهة رياضية في حل الأمر. وقد حصل موقع عدن تايم على الصور التي توضح تدهور الملعب من كل النواحي، كما قال في أحد صفحاته: نتابع الصور. قبل أن أصحبكم بين أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد ونطالع ما قالته الصحف العربية، والبداية من محافظة الحديدة والمجاعة. وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة الخليج الإماراتية: إعلان الحديدة الخاضعة للانقلابيين منطقة منكوبة، حيث أعلنت السلطات اليمنية محافظة الحديدة منطقة منكوبة لانتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في صفوف السكان بعدد من مناطقها في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل متسارع بسبب الحرب التي تضرب البلاد منذ أكثر من عامين. محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث قال إن سكان الحديدة يعانون منذ أكثر من عامين من الجوع والفقر المدقع، ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر رغم ما تعيشه المحافظة من أوضاع صعبة، فقد استقبلت أكثر من 300 ألف مواطن نزحوا إليها من المحافظات المجاورة. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقالت في عناوينها: ضبط معمل لصنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات في عدن. أجهزة الأمن في مدينة عدن تمكنت من ضبط معمل تابع للتنظيمات الإرهابية يتم فيه تفخيخ السيارات وصنع العبوات الناسفة المحلية التي يتم تفجيرها عن بعد. وأفاد مصدر في قوات الحزام الأمني للاتحاد بمداهمة إحدى الفلل السكنية في منطقة ريمي بمديرية المنصورة وسط عدن عقب أنباء عن تواجد عناصر مشتبهة بها تبين
تبين لاحقا أنه الموقع الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية لصنع العبوات النسفة وتفخيخ السيارات. وأضاف تم العثور على عدد من العبوات النسفة اللاصقة ومتفجرات إلى جانب سيارة كانت العناصر الإرهابية تهيئها لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة عدن، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لم تعثر على أحد في المنزل. أما صحيفة العربي الجديد فقد ركزت على التطورات الميدانية وعنونت: قوات الشرعية تسيطر على 6 مواقع استراتيجية في تعز. وتقول العربي الجديد: حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا في محافظة تعز، إذ تمكنت من السيطرة على 6 مواقع استراتيجية في جبل صبر. وقال مصدر عسكري في القوات الموالية للشرعية للعرب الجديد إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الشقب لتتقدم وتسيطر على تلة الصالحين وتلة المشهود وقرى حبور وعركب وحدة وموقع بوابة عدن الاستراتيجي. ولفت المصدر إلى أنه بسيطرة قوات الشرعية على موقع بوابة عدن شرقية جبل صبر بات بمقدورها قطع خط الإمداد الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير من الجهة الجنوبية. تهامة اليمن، جريمة الموت البطيء. تحت هذا العنوان كتب حمير الحوري مقاله المنشور في مدونة الجزيرة، وقال الكاتب في جزء من مقاله: إذا ركزنا الرؤية على منطقة تهامة اليمن كجزء يصلح تعميم وضعه الإنساني والاقتصادي والأمني على سائر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، لتبين لنا وبوضوح حجم ما ينتظر تهامة وعموم اليمن من بؤس وشقاء إذا ما استمرت هذه العصابة في تسلطها على رقاب المستضعفين. لم تكن هذه المأساة نتيجة انقلاب جماعة الحوثي المشؤوم فقط، بل هي نتيجة عقود من التهميش والإهمال وسياسة منع التنمية التي اتبعها نظام صالح خلال العقود الماضية. فبرغم أهميتها الجغرافية وما تتمتع به من موارد كبيرة وفضلها على سائر أقاليم اليمن، إذ أن ميناءها فقط يدر المليارات ويعد من أهم موارد الدولة، إلا أنه كان جزاؤها العزل المقصود عن مشاريع التنمية والتطوير. تعد تهامة من الناحية الجغرافية والتاريخية منطقة استراتيجية على شريط البحر الأحمر، وهذا يشكل أهمية بالغة لأي نظام أو جماعة تسعى لبسط سيطرتها على اليمن. ولهذا كانت تهامة مسرحا سياسيا وعسكريا واقتصاديا حيويا لكل الدول التي عبرت اليمن، بل إنها مفتاح اليمن الذهبي الذي تفطن له كل من أراد أن يكون له تأثير على الداخل اليمني، وهذا ما عمل عليه الرومان والأحباش والأيوبيون والعثمانيون، كما كانت أرضها بيئة فاعلة للدول اليمنية التي نشأت على مر التاريخ. ومن أجل هذا الدور التاريخي حرصت جماعة الحوثي وصالح على السيطرة عليها وخنقها وتركيع أهلها حتى لا يقووا على القيام بأي ثورة أو معارضة، كون تهامة أصبحت النافذة الوحيدة والأهم التي تتيح للجماعة الحوثية وصالح الإطلالة على العالم عبر البحر. علقت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية على الصور المرعبة للأطفال والنساء والرجال الجياع في اليمن بأنها قد غيرت نظرة العالم في كيفية انزلاق هذا البلد إلى مجاعة عامة، بينما كل أطراف الصراع تغض الطرف عن معاناة ملايين المدنيين الأبرياء. وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب اليمني الذي وقع بين فكي الرحى ليس لديه أمل كبير يتطلع إليه، خاصة بعد أن فقد ثقته في النظام الدولي الذي أظهر تجاهلا تاما حتى الآن لدعم القانون الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية في البلاد. ونبهت الصحيفة إلى أن أهل اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة لم تعد لديهم خيارات تذكر، وأصبح من الصعب تخيل الوضع. استمرار احتواء هذه الكارثة داخل حدود البلد، وبما أن اليمن بالفعل أفقر دول في الشرق الأوسط حتى قبل نشوب الحرب، فقد أدى تصاعد الصراع إلى انهيار اقتصاده الهزيل، وتوقفت تحويلات الرعاية الاجتماعية للمعدمين منذ قرابة عامين. وتضيف الصحيفة أن وظائف القطاع الخاص اختفت تقريبا
مع تواصل الصراع والحصار والغارات الجوية التي استهدفت المصانع والشركات إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وذكر الديلي تلغراف أن الأشهر 18 الماضية قد أظهرت أن قساوة القلوب في هذا الصراع لن يحقق نصرا عسكريا ولن يتفقوا إذا تركوا وشأنهم، وأن على بريطانيا والقوى الرئيسية الأخرى أن تلتزم بواجبها الأخلاقي وتضغط على كل أطراف النزاع للتوصل إلى اتفاق ما. واختتمت بأن اليمن وصف في الأشهر القليلة الماضية بأنه أزمة منسية، وأن والذي يخشى منه الآن هو أنه عندما ينتبه المجتمع الدولي لهذا الأمر فقد يكون الوقت متأخرا جدا لتذكر الأزمة اليمنية. الخبر الأكثر رواجا ورد في صحيفة القدس العربي بعنوان شاب غير اسمه إلى آيفون 7 وحصل على نسخة مجانية. وقالت الصحيفة إن شابا أوكرانيا يدعى أولسكاندر تورينو يبلغ من العمر 20 عاما غير اسمه رسميا إلى آيفون 7 وحصل على نسخة مجانية من الهاتف. وكانت شركة كمبيوتر في كييف وعدت بتقديم 5 نسخ مجانية من هاتف آيفون 7 لأول 5 أشخاص يغيرون أسماءهم قانونيا إلى آيفون 7. وقالت القدس فوجئ أهل تورينو وأصدقائه بقيامه بهذه الخطوة الغريبة غير المتوقعة. وقالت شقيقته تعليقا على قراره كان من الصعب القبول وتصديق أن هذا صحيح، فكل شخص في هذا العالم يبحث عن وسيلة للتعبير عن نفسه، لكن لماذا يفعل ذلك بهذه الطريقة؟ وتتابع الصحيفة سعر هاتف آيفون 7 في أوكرانيا بلغ نحو $850 أمريكيا، في حين أن تكلفة تغيير الاسم لا تتعدى $2، لذا كانت صفقة رابحة بالنسبة للشاب الأوكراني. المنفى المزدوج، تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. وقال الكاتب في جزء من مقاله: ماذا يعني أن تعيش في المنفى داخل وطنك وتشعر أن لغتك لم تعد ملكك وأن حياتك مسيجة بالخوف؟ المنفى الداخلي هو الخوف الدائم والشعور بفقدان الأمان والإحساس بالغربة داخل أمكنة الذاكرة الأليفة، وتحلل المسافة بين الخاص والعام، واستباحة الجسد الإنساني. هذه العناصر تتكامل في ترسيمة معقدة تقود إلى فرض الصمت على الضحية وإجبارها في الوقت نفسه على استخدام لغة آلة القمع. في صحراء الكلام يصير الوطن منفى، وحين تحاول الضحية كسر المعادلة واستعادة حقها في التعبير عن وجودها ينتقل الاستبداد إلى لحظته الإجرامية السافرة، مجبرا ملايين المنفيين داخل وطنهم للنزوح إلى مناف جديدة. ما يسمى اليوم اللجوء هو هذا المنفى المزدوج، الخروج من منفى من أجل الدخول في منفى جديد. وكل المحاولات التي تحاول تقديم العلاجات للمنفى الجديد متجاهلة جذره المتمثل في المنفى داخل الوطن هي محاولات رغم نبل بعضها الإنساني محكومة بالفشل. تقدم المنطقة تعريفا جديدا للمنفى، فالمنفى يبدأ في الوطن، فحين يصير شعب كامل منفيا داخل بلاده وغريبا في أرضه ينتقل سؤال المنفى من كونه سؤالا يمس فئات محددة من السكان إلى سؤال عام، وتتحول مأساة الهجرات الجماعية التي لم يشهد العالم ممثلا لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا مرة واحدة خلال النكبة الفلسطينية إلى سؤال دائم لن يجد حله الجذري إلا عبر تحلل البلاد المنكوبة بالاستبداد وبناء قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ورعايته. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، إلى اللقاء.